خطوة في هذه المفاوضات ستخضع لنقاش صعب في برلمان لم يعد مريحا لحزب المحافظين. ومعنا في الاستوديو عادل درويش محرر الشؤون البرلمانية في جريدة ديلي ميل البريطانية او الميدل ايست ايضا. وفي الاستوديو الدكتور مكرم خوري مخول الاكاديمي والباحث السياسي. اهلا بكما. استاذ عادل، تدخل من جاستن ويلبي اسقف كانتربري على خط الازمه يدعو الى تشكيل لجنه من الاحزاب او من الحزبين الاساسيين ومن كل الاحزاب بشكل خاص لسحب السم الذي بات يسببه التحدث في موضوع البريكسيت. بداية، هل باعتقادك أنه يحق لأسقف كانتربري أن يقدم هكذا اقتراح؟ أولا هو كتب هذه المقالة عندنا في صحيفة ميل أون ساندي. لاختارها لأنها طبعا صحيفة وسعة القراءة والانتشار. طبعا هيز هولنس يعني صاحب النيابه صاحب النيابه او القداسه هو في مجلس اللوردات وكان له دائما اراء في السياسه، لكن اعتقد ان هو ربما يعني جنبه الصواب في فهم الوضع الدستوري، لان الوضع الدستوري الذي يتخذ القرار هو الحكومه التي يكونها حزب الاغلبيه طبعا بارشادات البرلمان. طبعا يعني صاحب القرار صح كله في الفرصه في مجلس اللوردات عند اي قرار يصدر يناقش بعد المجلس العمومي بيترفع لمجلس اللوردات، وطبعا احنا دائما بناخذ القياده الاخلاقيه والمعنويه من قيادات رجال زي الاسقف كانتربري، لكن اعتقد ان ربما فهمه للسياسه اعتقد انه هو اقل من الواقع شوي. دكتور مكتب، لا هو المضبوط الذي حصل هو أعمق من ذلك. أولا جاستن ويلبي هو رئيس أساقفة كانتربري وهو يعد أعلى سلطة في الكنيسة الإنجليزية الأنجليكانية ولديها 15 مليون إنجليزي مسيحي أنجليكاني وأكثر من 100 مليون في العالم. ورغم أنه هو رئيس الكنيسة الأنجليكانية إلا أن رئاسة الكنيسة أو رأس الكنيسة والدين في بريطانيا هو الملكة، إذن هو يستقي ويعتمد على وظيفته التي لا تعود إلى البرلمان على الإطلاق كما ذكر زميلي هنا، وإنما تعود إلى السلطة. هو عضو مجلس اللوردات spiritual lord الذي تعود صلاحيته وتمتد من الملكة ولا علاقة لها في البرلمان كما ذكر. ولذلك إحدى الوظائف لرئيس أساقفة كانتربري، ثلاثة وظائف رئيسية، إحدى الوظائف الرئيسية تعد وتأتي تحت عنوان reconciliation، التوافقية والتصالح. وإذ قام جاستن ويلبي في هذا المضمار بأداء وظيفته كما يأتي وفقا لقانونية وشرعية وظيفته كرئيس أساقفة كانتربري، لأن الكنيسة في بريطانيا الكنيسة الرئيسية هي الكنيسة الأنجليكانية، وبالتالي رأى أنه من واجب الكنيسة رأب الصدع الاجتماعي على أن يقوم بقيادة أخلاقية مجتمعية لكي تحصل. اقتراحه انه ان يكون هذا المجلس المشترك غير ملزم اساسا. نعم، يعني ولكنه يسحب فتيل التوتر. نعم، من نعم. وهو من التداول طبعا بالأزمة. يأتي تماما من هذه طبعا صلاحية توحد كما ان الملكة توحد، وهو يأتي من هذه الصلاحية لان الملكة رئيسة الكنيسة في بريطانيا، وهو تحت تدريجيا هرميا هو يأتي تحتها بعد الملكة، وبالتالي فهذه وظيفته. وإن لم يقم أصلا فهو لن يقوم أو لم يعد لي أو يعد أن يقوم بوظيفته التي يجب أن يقوم عليها. يعني ما مش عايز اخش في الخلافات دي طبعا. لا مش خلافات، ده القانون. وانت لا 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 شوف لا القانون وده مش خلافات خالص. ما زعلش، ما زعلش، لا ما زعلش، لا 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 دي لا حقيقه. أيوة بس وقت. لا 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 عفوا عفوا انا اعمل انا اعمل دروسي الاكاديميه وانت اقرا تماما ما هي الوظيفه والهرميه وتعرف ان الموضوع مش اي كلام، الموضوع قانوني. دعنا بس في مفيش حاجه في القانون اسمها الكنيسه الانجليكيه، القانون بيحدده. انت هلا عم تنسى
ينسف كل بريطانيا. خلينا بس خلينا نفيد المتفرج لا لا نفيده بانك تقدم له شيء حقيقي. ايه اللي ما فيش كنيسه يا عمي قلت لك القانون ما فيهوش حاجه اسمها قانونيه انجلوكيه. في عندنا حاجه اسمها مجلس العموم منتخب يحدد القوانين. كمان شويه بتقولي ما فيش ملكه مش معقول ايه الكلام ده. ما هي الكنيسه البريطانيه الكنيسه الانجليكيه لها في هي مؤسسه موجوده ولا لا؟ طبعا مؤسسه موجوده اقدم طيب. اقدم طيب. من البرلمان ماشي. طيب النقطه اللي بعدها نقطه ولا بيطرحها يا نقطه هو قالش ما حددش هل هو السم او لا بس خلينا عشان نفيد المتفرج في هذا سريعا بقي لدينا دقيقه ونص في هذا الامر كويس. الامر اننا الان نخوض مفاوضات مع جهه خارجيه الاتحاد الاوروبي. وظيفتنا كبريطانيين وكمؤسسه مدعومه من الرخصه هي البي بي سي ان نقف جميعا وراء بلدنا وراء الحكومة لدعم هذا الأمر. إذا كان في سم لا أنت يعني تعود إلى نقطة أنه إذا لم ندعم الحكومة لن نكون وطنيين. لا أنا لا أقول هذا أنا أقول نحن مع عطاء أكبر قدر ممكن من الحقائق للناس لكي يكونوا هم رأيهم الذي هم يروه مناسب. لا الرأي يروه مناسب أن نحن الآن في نواجه تحدي خارجي وكدفع ضرائب وكبريطانيا. يعني إذا كان حزب المحافظين نفسه اليوم أستاذ عادل لا يقف مع تريزا ماي يخططون مع مجموعة من حزب عمال. هذا ما نشرته الصحف اليوم مجموعة من صحف مجموعة من نواب حزب المحافظين. دعني أكمل لك الخبر حتى تقول غير صحيح. مجموعة من نواب حزب المحافظين بالضبط اليوم يتحالفون مع مشاهدين لا يعرفوها مع مجموعة من حزب العمال من أجل التوصل إلى أخف صفقة ممكنة لتعطيل البريكزيت. ديفيد ديفيز المسؤول عن المفاوضات قال إيه؟ قال ده اسمه سيلف اندلجينج. سيلف اندلجينج بالعربي يعني هو تضخيم الذات أو محاولة لكسب نقاط سياسية من هؤلاء الذين سربوا. وديفيد ديفيز لا يحاول كسب نقاط سياسية يعني لا يقول لا أنا شبه متأكد من أننا سنصل إلى صفقة. ديفيد ديفيز هو الوزير المنتخب المسؤول عن المفاوضات الأوروبية وهو الوحيد الذي ظهر اليوم في البي بي سي متحدث باسم الحكومة المنتخبة التي تمثل الأغلبية في مجلس العموم. شكرا لك عادل درويش محرر في جريدة الديلي ميل ومجلة ميدل إيست ودكتور مكرم خوري مخول أكاديمي وأستاذ الإعلام السياسي. شكرا جزيلا لك وبهذا نصل إلى ختام حلقة اليوم. العالم هذا المساء إلى اللقاء.